كيفكم؟ اليوم رجعتلكم بفيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم رح نلعب لعبة بيك اكس تي، واليوم طبعا يا جماعة زي ما قرأتوا في العنوان رح شارك معاكم أشياء كثير كثير حلوة، كثير بتجنن عن أشياء بتقدروا تعملوها بالتحديث، طبعا أشياء كثير ممتعة والكل بيقدر يعملها. فبس طبعا قبل ما نبلش هالفيديو ما تنسوا أي كود اشتركوا بالقناة، كمان حطوا لايك الفيديو كمان ما تنسوا تروحوا لقناتي إسراء فلوجز وتشاهدوا الفيديو الجديد اللي نزلت بالقناة، لأنه نزلت فيديو جديد. نزلت فيديو جديد بوجهي، فبتمنى تروحوا تشوفوه بقناتي إسراء فلوجز، رح اترك لكم رابط بصندوق الوصف. وبس يا جماعة هلا طبعا خلينا نبلش. طبعا رح تكون كثير كثير اشياء يعني جديدة، مو جديدة يعني اشياء جديدة، يعني اشياء حلوة اللي بتقدروا تعملوها بهذا التحديث، لان طبعا من خلال هذا الفيديو رح تكونوا عرفتوا انه بهذا الفيديو فيه يعني اشياء ممتعة اللي بتقدروا تسووها بهذا التحديث القمري الجديد. فطبعا جايز اول اشي بتقدروا انكم تعملوه هو انكم تجمعوا الفوانيس الجديدة. طبعا يا جماعة زي ما بتعرفوا القمر اختفى في بيك اكس تي، القمر اختفى ويعني لما بيجي الليل خلص بيصير ظلام، فلازم عشان يعني يصير ضوء، فايش بنسوي جايز؟ عشان يصير ضوء لازم نجمع الفوانيس، عشان الفوانيس هي اللي بتضيء علينا المكان. اوكي فالفوانيس طبعا يا جماعة طريقة تجميعها كثير سهلة وكثير كثير كمان ممتعة، يعني فيكم انكم تروحوا للمدينة وتبحثوا عن الفوانيس، كل ما تلاقوا فانوس تضغطون على انه عشان تطيقوه. فأريد عملت لكم فيديو عن تجميع الفوانيس، لو بدكم جايز انكم تجمعوا الفوانيس ولسه ما جمعتوهم فايش بتستنوا؟ روحوا شوفوا الفيديو وجمعوا الفوانيس جميعها. في طبعا 38 فانوس فراح ياخذ لكم كثير وقت، بمعنى انه كثير ممتع وصدقوني كثير ممتع. فايب طبعا كثير كثير ممتع، ففيكم انكم تبحثوا عن فوانيس او فيكم بس انكم تشوفوا الفيديو تبعي عشان تشوفوا الاماكن تبع الفوانيس الجديده. فايب يب هذا هو الاشي الاول. طبعا هلا بالنسبه للاشي بجنن، هلا طبعا بالنسبه للاشي الثاني اوه الحمد لله اجى بالوقت. طبعا يا جماعة هلا اجى الليل فليكو اختفى القمر، اختفى القمر بكثير ظلام. طبعا هلا يا جماعة بنصحكم انكم تاخذوا البدلة، اوريدي عملت لكم فيديو عن كيف الحصول على البدلة بالمجان، فطبعا يا جماعة اوريدي عملت لكم فيديو عن كيف الحصول على البدلة بالمجان، روحوا شوفوا الفيديو واحصلوا عليها بالمجان، بعدين خذوا مشروب طاقة جايز، مشروب طاقة. بعدين يا جماعة بنصحكم انكم تتسلقوا فوق، يعني هيك ضلوا قاعد تتسلقوا فوق لين ما تلاقوا القمر، يعني هي بس هيك اشي ممتع اللي بنعمله عشان نلاقي القمر، يعني فينا بس هيك نضل نطير 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 نبحث عن القمر. وينك يا قمر؟ عم نسقط، لم تسقطوا ارجعوا ضوطوا. وينك يا قمر؟ يعني بس هيك اشي ممتع بنطير في السماء ونبحث عن القمر، او كمان بالصباح ابحثوا عن الشمس، مو ابحثوا عنها بس تسلقوا لإلها. انا هلا حملها ويت 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 هورون اوكي محمد الصباح رح ابحث عن الشمس، وين راحت الشمس؟ الشمس فوق 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 فوق. يلا بسرعة 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 بسرعة، يلا قرب يخلص مشروب طاقة. رح اسقط رح اسقط رح اسقط بليز. لا ما بدي اسقط. اوكي يلا يس وصلت فوق الشمس جايز، وصلت فوق الشمس. اوكي فطبعا يا جماعة اوبس طبعا يا جماعة خلص وصلنا على الشمس، فيكم تاخذوا صور عشان اصدقائكم يشوفوا ويقولوا واو وصلوا على الشمس كثير حلو، بدي انا كمان اوصل الشمس. وهيك فيك اوكي طبعا يا جماعة هيك فيكم تتمشوا هيك على الشمس تاخذوا صور وبس. طبعا يا جماعة صرنا كثير بعاد عن المدينة تبع بيك اكس تي. المهم هلا طبعا يا جماعة الشيء الثالث طبعا كثير كثير ممتع اللي هو تلعبون جايز لعبة تبع الباركور الجديد، هو مانو باركور بس هو لعبة اسمها
أول مرة كان اسمها لعبة الإيموجيات، هلأ صارت لعبة إلى القمة، هيك اسمها إلى القمة. بس مع إنه إحنا هلأ بالتحديد تبع السنة القمرية، فالآت منغير الاسم ورجعه رجعوا إلى القمر، مو إلى القمة، لا إلى القمر. أوكي حستخدم هاي البدلة لأنها بتخلينا نوصل بساعة. رح أشيل هاي ورح أشيل هاي. أوكي هلا صرنا جاهزين، يلا هلا نلعب. أوكي طبعا بس البدلة لأنها هي بتخليني أفوز، فأنتوا جايز فيكم تستخدموا البدلة اللي عندكم، أو لو ما عندكم بدلة فخلص ما تستخدموا بدلة، يعني بس هيك حاولوا تتحدوا نفسكم. كمان يا جماعة لما بيكونوا معاكم كثير ناس فبيكون الأمر كثير ممتع، عشان هيك بنصحكم إنكم تجيبوا أصدقائكم أو تروحوا لعالم يعني فيه كثير ناس، وباركور هون يعني بلشوا غير لما يكون كثير ناس عشان تتنافسوا معها، صدقوني بيكون تكون منافسة كثير كثير ممتعة أكثر. فايب Let's go. اوكي 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 هلا انا بتنافس. Let's go go go. طب انا هلا بتنافس بس مع نفسي، ف يب لما احس تنافسوا مع الناس رح يكون الامر ممتع اكثر اكثر بكثير اكثر بكثير. ايش مرجع لوريا؟ لا كمان كان نصيحه نطوا كثير، انه نط نط بكيك ستيب بتخليكم سريعين اكثر. سقط. Oh my god لازم نركز، توازن لازم توازن. وي اوكي يلا لازم نضل بوسط عشان ما يعني عشان ما اطيح. يب عشان ما اطيح. ماي جاد صوت 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 صوت. اوكي يلا بينا يلا بينا. لا 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 بليز. او ماي جاد. اوكي يلا يلا يلا. لا 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 الحمد لله كنت جايز شوي واسقط، كنت شوي اسقط، كنت قريبه كثير عشان اسقط بس الحمد لله ما سقطت. اوه كنت هلا كمان رح اسقط. او ماي جاد علقت. اوتش. لا اوكي خلصنا الباركور. ياي خلصنا. ايش صار؟ ها وين الكوينز تبعي؟ ايش ايش انا جد جايز ما بعرف السلامة حلقات. خلاص جايز هين اعطوني كوينز تبعي. المهم فهلا طبعا يا جماعة الاشي الرابع اللي بنصحكم كثير انكم تعملوه هو انكم تعملوا المهام تبع التحديد الجديد. طبعا اوريدي شرحت لكم المهام هاي بفيديو، هيك فيديو بعنوان كيف تحصلوا على جواهر فلوس، انه شو بيعطوكم 4 جواهر 600 كوين، بيعطونا كثير فلوس جواهر، وبالاخر كمان بيعطونا صندوق اللي بيطلعوا فيه اشياء كثير جميله. هاتوا يا جماعه انا اوريدي مسوي هاي يعني هالمهمة، فاللي هي play one to the top matches اللي معناتها لازم تلعبوا مرة واحدة باللعبة تبع إلى القمة أو إلى القمر. فطبعا يا جماعة play the gun arena activity in picky builder، يعني هون جايز هذول المهام كلياتهم كمان ممتعة فروحوا اعملوها. اوكي هلا مباشرة للإشي الخامس اللي بتقدروا انكم تسووه. الإشي الخامس بتقدروا تسووه هو انكم تشتروا آثات تبع هاي السنة القمرية، تشتروا كل آثات أو لو عندكم آثات من السنة الماضية، وبعدين تروحوا تزينوا البيت تبعكم. لو عندكم هذا البيت تبع المعبد لو عندكم إياه فاستخدموها عشان الترتيب رح يكون الأمر كثير حلو أكثر، ولو ما عندكم يا جماعة فرتبوا بس بيت هيك عادي عندكم أي بيت، فأي بيت عندكم فيكم ترجعوه هيك تبع السنة القمرية، بس لو عندكم هذا البيت فرح يكون من أفضل، حتى لو ما عندكم صراحة رح يكون حلو نفس الشيء، بس لو عندكم هذا رح يكون بنسبة أحلى 5% أحلى. صح؟ صح 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 لا صح 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 صح. اوكي طبعاً أفوت أورجيكم بس إنه كيف نبلش وهيك. كمان اكتبوا لي بالتعليقات هل بدكم أعملكم فيديو عن إنه جولي في هذا البيت وأنا رتبته. فالمهم طبعاً فيكم تبلشوا جايز بالصباغي، فيكم تصبغوه هيك بالألوان أحمر أشياء زي هيك عشان إنه يبين إنه تبع السنة الصينية. كمان روحوا على هاي الباقي رح تلاقوا كثير آثات جايز من أشياء اللي شريتوها من أشياء تبع السنة الماضية، فيكم إنكم ترتبوا البيت تبعكم بهذول الآثات. أنا عندي كثير آثات
عشان أرتب هذا البيت ليكم. واو أوكي هيك. أوه أوكي كتير حلو. خلص خلينا نشوف كيف طلع. أوكي أمسك فيكم أنكم ترتبوا، حتى لو ما عندكم آثات فيكم أنكم تصنعوا أنتوا الآثات، يعني من الآثات اللي عندكم يعني العادية فيكم تصنعوا هيك، تركبوها وتصنعوا هيك آثات صينية. فالمهم هلأ طبعا بالنسبة للشيء الخامس أو السادس، ها؟ أو الشيء السادس، صح؟ سادس، صح. أو السادس إن كان هذا هو الرابع، بعدين الخامس هو تبع البيت، أو السادس. الشيء السادس اللي بتقدروا إنكم تعملوه رح يكون أمر ممتع لما تكونوا مع أصدقائكم. فروحوا جايز على هاي المكان، هذا المكان اللي جنب الروبوت هيك، وفيكم إنكم تلعبوا جايز بهاي اللعبة اللي عم تدور، كثير ممتع صدقوني مع الأصدقاء. تعالوا أنتوا أصدقائكم، حتى لو بس اثنين أصدقاء أو بس واحد صديق واحد، يعني هيك تجلسوا هيك بمكان وخذوا صور بتجنن عن جد، صور كثير كثير حلوة، مناظر حلوة، هيك استمتعوا جايز بالمناظر الحلوة. واو، وكمان هذا الاشي رح يساعدكم تلاقوا الفوانيس، لأنه بيخليكم تروحوا فوق، يعني شوفوا كيف بتروحوا فوق. واو فيكم تعملوا رول بلايز هون، أريد أعمل لكم فيديو عن رول بلايز. أوكي كمان هلأ جايز الاشي السابع اللي بتقدروا تعملوه بهذا التحديث هو طبعا جايز إنكم تجمعون هدول الأغراض تبع الفواكه. طبعا بيكيكس ينزلوا صندوق جديد بهذا التحديث، وفيه طبعا تخفيض 20%، لأن طبعا كان بعشر جواهر فصار 8. فطبعا هون جايز هاي الصندوق بتقدروا تفتحوا صندوق واحد بـ8 و11 صندوق بـ80، فأنا حفتح بس واحد لأنه already فتحته وحصلت على اللبسة تبع الموز. اوه حصلنا على هاي الآثات. طبعا جايز فيكم تحصلوا على كثير آثات كثير بتجنن كثير نادرة بس بـ8 جواهر زائد لبسة تبع الموز. طبعا هاي اللي بدلي تبع الموز أنا already حصلت عليها، فايب بنصحكم أنتوا كمان إنكم تفتحوا الصناديق وتجمعوا هذول الآثات الأشياء، لأنه كثير بتجنن ونقدر نستخدمها بالتحديث تبع الصيف. كمان لبسة كثير كيوت كثير بتضحك، فكمان نادرة رح فرجيكم الدليل. هاي هي اللبسة، وطبعا بتطلع مع اللبس النادر، شفتوا؟ يعني هاي اللبسة نادرة أكثر من اللبسة هاي تبع التشجيع تبع كرة القدم أو ما بعرف شو. أو ماي جاد كثير نادرة. اوكي ورجع عملت لكم على فيديو، فلو بدكم تشوفوني انا لابستها لازم تروحوا جايز تشوفوا هذاك الفيديو. فشكرا على الفيديو انه لبست الموز او باقه الفواكه او صناديق او اشي زي هيك، فروحوا جايز تشوفوا هذاك الفيديو. المهم هذه كان هو هاي، يعني كان في اخر شيء ممتع بتقدروا تعملوه بهذا التحديث. طبعا لسه فيكم تعملوا كثير اشياء، مثلا انكم تاخذوا صور مع اصدقائكم وتزينوا الصور، تاخذوا صور. صراحة أخذ الصور كثير ممتع، يعني لو أنتوا وحيدين هيك باللعبة، يعني لو أصدقائكم كلهم معنهم أونلاين، فيكم إنكم بس هيك تدوروا في عالم بيكس وتاخذوا صور وتنزلوها وتحفظوها عندكم موبايل وتبعتوا لي إياها جايز بالديسكورد أو بالإنستغرام. الروابط كلها بصندوق الوصف. فوتوا لسيرفر ديسكورد جايز، يب، لو بتحبوا بيكس وبتحبوا هيك القناة وبتحبوا تعملوا أصدقاء جديدة فعاليات كثير أشياء حلوة بالديسكورد. يلا وبس هيك رح خلص هالفيديو، ما شايفكم اشتركوا بالقناة، كمان اشتركوا بقناتي إسراء فلوجز وشاهدوا الفيديو الجديد. أيوة شاهدوا الفيديو الجديد اللي نزلت، رح تلاقوا رابط بصندوق الوصف. وبس بحبكم كثير وباي.